أحبتنا في كل مكان، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. مع هذا البرنامج نتجول مجموعة من الأهداف، حرص كما تعرفون خلال حلقات ماضية العودة إلى مرحلة الثمانيات تحديدا، هي المرحلة الأجمل في عمر الكرة الكويتية، واليوم إن شاء الله أيضا خاش لكم أهداف من الزمن الجميل. بعد الفاصل نبدأ المشوار. في عام 1984 وهو الدوري الساخن، احنا نقول مرحلة الثمانينات تحديدا، دوري الكويتي كان مميز صراحة فترة الثمانينات. التقى العربي وكاظمة، والفريقان كما تعرفان كل متابع هذه النجومية الكبيرة في كلا الفريقين، دائما مبارياتهم تظهر بشكل مميز. وهذه الميزة في كلا الناديين، مو شرط اللي سجل هو لاعب مهاجم، قد يكون لاعب وسط وقد يكون مدافع. لنرى العربي وكاظمة. هذا صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكاظمة هذه ثاني مباراة في اللعب. وحسن عاشور الشوط الأول، العربي حسن عاشور الهدف الأول من فاول، وكرة يسقطها من فوق العرض المعمولة من لاعبين كاظمة والحيطة المعمولة وحسن عاشور، وهذا جمهور العربي وفرحة الهدف الأول. هذه عادة، شايف 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 حسن عاشور في الزاوية اليمين من خالد الشمري حتى يدعم أكثر خط الهجوم. عربي لم يشرك حتى الآن أي لاعب في الشوط الثاني بنفس التشكيل، وتلعب طارق يعليها، وكرة خطرة وغول. الله، هذا طارق، طارق نجم يسجل التعادل لكاظمة في الشوط الثاني في الدقيقة 19. كرة ملعوبة من طارق غير متوقعة من حمد عبد القدوس حارس المرمى. شايف هذه عادة، هذه عادة، هذه عادة. شايف 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 حمد 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 عبد القدوس اللي متقدم من مرمى وحاول ايضا. في موسم 84 لقاءات للفحيل والشباب، وهذه اللقاءات دائما تكون حاسمة في المنطقة العاشرة، دائما تكون مباريات مميزة لان اغلب اللاعبين كلهم ربع منطقة واحدة، فتكون مباريات حاسمة، يلتقون يا بعض بالدواوين في الأماكن العامة، يتعايون حق مباراة باكر، فكانت مبارياتهم تظهر بالشكل المطلوب ومباريات مثيرة. هذه المباراة تقلب الفحيل بهدفين للمغفور له بإذن الله تعالى ربيع سعد وعبد العزيز حسن الهاجري. دعونا نشاهد الهدفين لصالح الفحيل، وكرة مرفوعة توصل يبعدها طابر، تلعب عرضية ناحية من عبد الوهاب، خد عبد الوهاب إلى حربي وعايد رضان وكملها. الله، وقول ربيع سعد، ربيع مدافع وكابتن الفحيل المتقدم من خط الدفاع إلى خط الهجوم يسجل الهدف الثاني. كرة ارتدت أكثر من مرة من مرة أمام دفاع الشباب. شايف هذه عادة، لما أبعدها على طول برأسه حيدر صابر ترتد مرة ثانية، خالد حافظ بعد أربعة، تلعب إلى عرضية نفراد إلى حربي، وحربي عليها وملعوبة من عاير يبعدها عبد الله جاسم، يحاول فيها ربيع براسه ويحطها على شمال حارس المرمى عبد الله جاسم. ربيع سعد الفحيحيل الشباب لا شيء، تلعب والهاجري، وكرة أيضا للهاجري وينفرد بحارس المرمى، والهاجري يسجل السابع، يسجل السابع الهاجري. الهاجري عزيز الشوط الثاني في دقيقة 41. عبد العزيز هذه عادة، هذه عادة، هذه عادة، ينفرد بحارس المرمى عبد الله جاسم اللي حاول أيضا يعدي من حارس المرمى، وعلى طول أرضية سهلة داخل.
محمد جاسم الحيي من اللاعبين المميزين مع نادي القادسية، وكان مع المنتخب الوطني لكرة القدم أيضا، وكان مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات أيضا تلك المرحلة برشلونة. لاعب خلوق، لاعب قصير القامة وبنيته ما هي كبيرة كثير، لكن لاعب شويت ولاعب هداف برز وتألق. محمد جاسم حقيقة ترك بصمة عندما ترك فريق القادسية واعتزل الكرة. دعونا نتوقف أمام هدفين لمحمد جاسم بن حيي. كورنر، لعبة الكورنر، اللعب وبشيلها عاشور، توصل إلى وبشوت، جول! الله 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 يا حمود يا جاسم، الله يا محمد جاسم، حتى قوية حتى قوية في دقيقة ستة، في دقيقة ستة محمد جاسم، محمد جاسم، محمد جاسم قوية على بعد حوالي أكثر من 35 ياردة، محمد جاسم حتى في الزاوية على سمير، على سمير سعيد، على محمد جاسم، محمد جاسم، شوف 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 هي على صدره وشوف شوف جهرة ينتظر العربي أم القادسية توصل وملعوبة فاضل مطر يبعدها المكافح محمد جاسم جول الله 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 مو معقولة مو معقولة مو معقولة الأهداف مهرجان 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 أهداف في المباراة القادسية يسجل ويتعادل العربي مرتين العربي يتقدم والقادسية يتعادل مو معقولة مو معقولة مباراة ممتعة مباراة ممتعة يعني متى راح تنتهي المباراة متى راح تنتهي لحد الآن 6 أهداف قلت 38 هدف في موسم 1993 وأيضا كان دوري ساخن في لقاء الكويت والعربي ومع العربي لاعب هداف سوبر ينقال له فايز خليفة الفليج يا من نادي الفحيل وانتقل إلى العربي وكان صفقة ناجحة كما كان له أيضا زميلة المغفور له بإذن الله تعالى صباح عبد الله العتيبي. فايز لاعب هادي جدا يتعامل بالكرة بشكل جيد يعني بعض الأحيان احنا نقول بالعامية ما يتفلسف داخل منطقة الجزاء لاعب يخلص الكرة فكان فايز الفليج من اللاعبين المميزين سجل هدفين في اللقاء الذي جمعهم مع نادي الكويت عاشور وفي الدقيقة 11 من الشوط الأول تعادل النتيجة لا زالت بدون أهداف بين الكويت والعربي وتلعب الكرة توصل خطرة فايز جول فايز جول تنزل تنزل الكرة وخطرة خطرة يسجل في الدقيقة 11 العربي في الدقيقة 11 العربي خطف له هدف في الربع شوف 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 شوف, شوف عزيز عاشور فاضل مطر متقدم شوف فاضل شوف تنزل الكرة على راسه وتشترك فيه يشترك فيها فاضل شوف شوف الفليج وليد وليد غناص ماجد سلطان الكرة ما راح يلعبها خلفية يلعب له كرة خلفية مزدوجة وتوصل طلعها مرضي توصل إلى حميد باشا حميد باشا يرفع الكرة إلى فايز فايز بالجول جول فايز بالجول العربي سجل الهدف الثاني في جول في جول مؤكد ما في كلام ما في كلام ما في كلام ما في كلام هذا سمير 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 شايل بدر دريع بعد ما رفعه وتتجه إلى حميد ويرفع له كرة راح تشوف العادة شوف الجماهير العربي شوف طبعا من حقها الجماهير شوف حميد باشا شوف فعلا شاف فايز ولعبها فوق خلف المدافع هذا المكان الصحيح للعب شوف شوف فايز شوف يا فايز شوف شوف فايز حطها في مكان صعب حطها في مكان على طول <تص->
حبيتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. باكر إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة. فاروق إبراهيم وجاسم كافي جول.